السلام عليكم أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. صفحة 95 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. اليوم إن شاء الله وبحول الله غادي نشتغلوا على الصفحة 95 ونحاولوا نشوفوا الأسئلة والأجوبة ديالها ونشوفوا درس جديد وإفادة جديدة. على بركة الله ننطلقوا ولاحظوا واكتشفوا، أقرأوا وأتعرفوا الفعل المضاعف. إذا غادي نقرأوا وغادي نتعرفوا على الفعل المضاعف. شنو هو الفعل المضاعف؟ الفعل المضاعف هو كتكون فيه الشدة. إذا الفعل المضاعف هو الفعل الذي تكون فيه الشدة. شو الشدة؟ التضعيف، جر، رد، مد، شد، صافي. هذا هو الفعل المضاعف. إذا أقرأ وأتعرف فعل المضاعف. جر شارنو صديقه من يده. شارنو هو داك النص ديال الجرثومة. إذا شارنو ماذا فعل؟ جر. لاحظ كيفاش تنطق، لاحظ كيفاش تنطق، جر ماشي جر، جر شارنو صديقه من يده، من يده. إذا الفعل المضاعف هو جر. إذا الفعل جر هذا فعل مضاعف. رد، 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 يعني رد. شامو على صديقه، رد، هذا فعل مضاعف. إذا شد، عفوا، إذا جر ورد هما فعلان مضاعفان. إذا هما فعلان مضاعفان. لماذا هما فعلان مضاعفان؟ لأنهما توجد بهم التضعيف، يعني توجد بهم الشدة. إذا الفعل المضاعف هو الفعل الذي توجد به الشدة، مثلا رد، جر. أصرف الفعل المضاعف. إذا دابا غادي نصرفوا الفعل المضاعف هذا، لاحظ جيدا. جر، أنا جررت، ماضي ولات جررت، أنا جررت. إذا شنو درنا؟ حذفنا الشدة وفككنا الحرف. إذا الحرف اللي كتكون فيه الشدة يكون فيه جوج حروف. لاحظ جيدا، جررت، جررت، أنا جررت. إذا شدينا داك الحرف، حيدنا له الشدة وخرجنا الحرف اللي كان مضاعف، اللي كان مزايد تماه. إذا جررت، أنا جررت. إذا أنت جررت، أنت جررت، هو جر، مبقاش كيما هي جرت، مبقاش كيما هي، زدنا غير التاء. أنتما جررتما، هما جرا، هما جرتا، هما ديال المؤنث هادي مضارع. أنا أجر، أنت تجر، أنت تجرين، هو يجر، هي تجر، أنتما تجراني، هما يجراني، هما يجراني. الأمر أنا جر، ما يمكنش. إذا أنت جر، أنت جري، أنتما جرا. لأن هكذا يصرف الفعل المضاعف. إذا مر شددت الحبل، أنا شددت الحبل، أنت ماذا؟ أنت شددت الحبل، أنت تحلين المشكلة، أنتما تحلان المشكلة، أنا شددت الحبل، أنت شددت الحبل، هي شدتي، إذن هي شدتي الحبل. كما درنا ذاك الشيء الآخر، أنت هو، هو أنت، أنتما تحلان، إذن هو يحل، حل المشكلة. ولاحظ واكتشف، لاحظ واكتشف واتعرف المفعول المطلق. اذا غادي نتعرفوا هنايا فين هو المفعول المطلق. اذا المفعول المطلق هو اسم ياتي لتاكيد الفعل او بيان النوع او بيان العدد. مثلا طرقت الباب طرقتين، طرقت الباب طرقتين، اذا هذا لتاكيد الفعل. شنو في الباب؟ عفوا، هذا لبيان، بيان العدد. شنو درت؟ طرقت الباب، ها وشحال من طرقه طرقتو؟ طرقتين. اذا هذا لتاكيد الفعل، يعني كان بيان نوع، انني طرقت الباب طرقتين. اذا طرقت الباب طرقتين، اذا الباب طرقتو جوج مرات. اذا مثلا نظف الطفل يديه تنظيفا جيدا، هذا تاكيد الفعل. ماذا فعل الطفل؟ نظف يديه تنظيفا جيدا، نظف الطفل يديه تنظيفا جيدا. إذن الطفل نظف يديه تنظيفا جيدا. إذن ماذا هذه الجملة؟ شنو هذه العبارة؟ لو شدت
كتدل على تأكيد الفعل بأن الطفل هذا راه نظف يديه مزيان، نظف يديه جيدا. تنظيفا هذا مفعول مطلق، إذن الطفل شنو هو دار؟ نظف يديه تنظيفا، هذا مفعول مطلق. إذن أكمل بمفعول مطلق كما في المثال: حزن شارن حزنا شديدا، يغسل الفاكهة غسلا جيدا، غسلا. تواصلت الفراشة والعنكبوت تواصلا، تواصلا. احترم أبي، احترم أبي احتراما. احذر من الجراثيم حذرا دائما. صرخت الفراشة صرخة قوية. نمت البارحة نوما هادئا أو هنيئا. إذا يغسل الفاكهة غسلا، تواصلت. إذا يغسل الفاكهة غسلا، ماذا يفعل الفاكهة؟ يغسلها غسلا. تواصلت الفراشة والعنكبوت تواصلا كتابيا، ماذا فعلت الفراشة والعنكبوت؟ تواصلوا تواصلا كتابيا. أحترم أبي احتراما كبيرا، ماذا أفعل لأبي؟ أبي أحترمه احتراما كبيرا. احذر الجراثيم، احذر الجراثيم حذرا دائما، خصك تكون احذر من الجراثيم حذرا دائما. صرخت الفراشة، احذر الجراثيم حذرا دائما، او احذر من الجراثيم. صرخت الفراشة صرخة قوية. نمت البارحة نوما هادئا. من هنايا قلنا بأن الفعل، الفعل الذي يكون فيه التضعيف يسمى فعلا مضاعفا، مش يعني فعل اللي فيه الشدة يسمى فعلا، هذا فعل مضاعف وهذا مضاعف. جر، رد، شد، مد، عض. يعني أي حرف، أي فعل كيتكون من حرفين وفيه الشدة إنه يسمى فعل مضاعف. هذا هو الفعل المضاعف، يتكون من حرفين وحرف الشد، من حرفين وحركة الشدة. ديك الشدة راه حرف. هاي اللي كتأكدنا بأن الشدة حرف. جر في الماضي أنا جررت، ها حنا فركتناه، يكون فيه الفتحة والسكون في الشدة. الشدة عندما تفسخ تعطينا الفتحة والسكون. إذن بعد العدد هذا غادي نكونو انتهينا من تمارين الصفحة ديالنا الخاصة بكتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي الخاصة بالصفحة 95. لنضرب لكم موعد من جديد على قناتنا المدرسة الإيجابية. دمتم أوفياء، إلى أن نتمنى لكم النجاح إن شاء الله. إلى اللقاء.